وهي في الحقيقة هو زوينة قريطيسة كما نقولوا، قريطيسة زوينة تيتيزة وهي زوينة تبارك الله، من دور العين، لا في لاطاي لا في الفورمة، في المستوى. طبيعة الحال في الانستغرام هضرنا وعجبها الحال وفرحانة، وعطتني موافقة مبدئيا، قالت لي مرحبا. السلام عليكم، معكم سي محمد البقالي اللي خرجت بالحدث ديال الفنانة والأخت العزيزة هيام. الآن احنا كنتواجدوا في المحل اللي كنشتغلوا فيه، يعني بحال الإدارة كذلك، احنا عندنا واحد الفكرة على أساس واحد المخرج اللي قام بالاتصال معنا، اللي هو سعيد الشقر. الاخ سعيد الشقر هو غني على التعريف، هو يعني تيسجل تيغني اغاني الراي. قال لك علاش لو حبادا ندير واحد الفكره، واحد الفيلم قصير، وهذا الفيلم القصير كيشرف عليه هو في الاخراج، وان شاء الله غادي نديروه على المقاريب ان شاء الله، يمكن ابتداء من غدا ان شاء الله، لان السيناريو ديجا مكتوب. وحنا الحمد لله تمنينا ان تكون معنا الاخت هيام، تجي تشارك معنا في الفيلم القصير اللي غادي نديرو. وكاين الاخت دنيا واحساس، تا هما غادي بغيناهم يشاركوا معنا في الفيلم. حنا غندويو على الفكره ديال الجمهور الحبيب اللي كيكتبوا في لي كومونتير، وكيكتبوا شي حاجه اللي هي دون المستوى. انا ما نقدرش نجاوبهم، حيت الا جاوبتهم يعني غادي نبردهم، ما نقدرش نجاوبهم، لان الجمهور الحبيب دائما كيبغي الخير لديك بنت الناس، ديك هيام. خرجت البارح بتصريح من الانستغرام، خرجت بواحد التصريح اللي هو في المستوى، قالت لهم انا قابل كما كان يكون غير راجل، ولو حبه نتزوجوا ونجمعوا الشمل ونوضوا ونظروا في العماريه، وما كاين غير يقولها وضحك عليها، ونعرضوا على الجمهور الحبيب اللي كيقولوا كلمه زويونه، ماشي اللي كيخرجوا بكلام اللي هو شويه كيكون طايح ولا كلام صح. حنا ما غاديش نجاوبوا شي حد، وراهم كيهضروا شي وحدين اللي ما عندهمش مستوى ثقافي. انا بغيت ديك السيده، هي بغاتني، وانت شداك شدخلك ما عرفتش. هضرنا في الانستغرام البارح وعاجبها الحال، وتتهضر مع لي زامي وتتقول لهم بخير الحمد لله، عايشه على احسن الاجواء، على احسن ما يرام. وكانت فكره زويونه، وكنشكر هذا المنبر عادي المينودي اللي زيد على ديك الفيديو كليب باش يبينا الناس اللي تيهضروا فيها أسوأ، يحاولوا يديروا شي خطوات زويونه اللي في المستوى. اما بالنسبه نقولوا ان الاخ سعيد الشقر هو غني على التعريف، الله يجازيه بخير بحكم هذه البادره الطيبه اللي دار، ودار واحد السيناريو وغيكون الاخراج ديالو، وغادي يتمثل معنا ان شاء الله اذا كان عنده امكانيه وما عندهاش اقتدار ديال الوقت ولا شي حاجه تلتحق عندنا الاخت هيام. والاخ احساس ودنيا، وغنديروا واحد الفيلم اللي هو غيكون في المستوى وزوين. ما عرفتش انا نط في الصباح اول ما درت التصويره ديالها في ليكرو، ما عرفتش هادشي منين جا. هي في الحقيقة أن إنسانة شتها موهوبة، عندها وجه فني، عندها هيئة كوميديا، هيئة ديال التمثيل، هيئة يعني مشروع فيها تبارك الله ديال الفن في المجال الفني. إنسانة زوينة في المستوى، وهي كتقول لك ميدان الرقص غادي تبعد عليه وغادخل المجال الفني، المجال التمثيل، المجال المسرح. وحنا انا مستطع ان تدخل معايا لمجال التمثيل والمسرح، فاحنا ما نحبسوش، ما كاين غير السيناريوهات، وما كاين غير الاخراج، وما كاين غير الخدمه، وما كاين غير الافلام. ان شاء الله. بزاف الناس كيقولوا بلي ما عندكش البطاقه ديال هذا، شنو تقدر تقول لهم؟ انا البطاقه ديال الفنان هي عندي في جيبي، بطاقه فنان. وخرج واحد الاخ بواحد التصريح بغاني باش نرد عليه، وانا ما نردش عليه، وما عرفتش يقولها، قال بطاقه الاتصال وزارة الاتصال، ورا بطاقة وزارة الثقافة. بل المستوى الثقافي ديالو والمستوى ديال الوعي ديالو لا علاقة، يعني ما خاصنيش نرد عليه. كاين التنشيط في المركبات السياحية،
كاين افلام قصيره كنديروها، كاين اغاني تربويه المخصصه للطفل، يعني بحكم الجولات اللي كنت كندير في جميع مدن المملكه المغربيه من طنجه للقويره كنت كنتجول. عندي ميل في ارشيف ديال التنشيط الفني، اللي بغى يجي ونوري له مباشره نشوف، نوري له مباشره. انا مقاد نصرف عليها، يعني شحال تكفيها؟ واحد 200 درهم في النهار ولا 300 درهم في النهار موجود الحمد لله الخير. لا الحمد لله، عندنا الجيب عامر لحد الساعه، ما كاينش زعما ما كاينش ولا شي حاجه، عندنا موفرين الحمد لله شي حاجه ديالنا، ما نكروش الخير. من هذا المنبر اخت هيام كنحييك، ورساله من اعماق القلب بكثره المعزه والحب والعطاء، كنقول لك راني قريب نكتب شي زجل الشعر. راني قريب. المهم على العموم كنقول لك من هذا المنبر كنحييك وبكل معزه والصراحه، وبحكم الثقه اللي بعضياتنا، يعني واخا ما كاينش حداك كاينه ثقه ومصداقيه، كنحييك من هذا المنبر. تحيه خاصه للاخ سعيد الشقر اللي غيدير لنا واحد الفيلم قريب ان شاء الله، وغيكون هو في الاخراج ديالو. وشكرا للجمهور الحبيب، باي باي. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.